حسن، كيف تهتدي الطيور المهاجرة إلى جهتها عندما تقطع مسافة آلاف الكيلومترات؟ رجال العلم الباحثون عن جواب هذا السؤال قابلوا معجزة أخرى في الخلق، واللقالق تأتي في مقدمات الطيور المحترفة في إيجاد الجهة. تقطع اللقالق كل سنة طرقا بآلاف الكيلومترات. اللقالق المرتحلة من قارة إفريقيا تصل إلى قارة أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إلا أنه بقدوم فصل آخر واخضرار النباتات يتغير منظر الغطاء الأرضي لأوروبا تماما. إذن كيف تجد اللقالق طرقها في رحلتها التي تبلغ آلاف الكيلومترات مع هذا التغير؟ اكتشفت البحوث وجود نظام خاص في أجسام اللقالق مدرك لجاذبية الأرض المغناطيسية. بهذه البوصلة الطبيعية تتبع خطوط الجاذبية المغناطيسية وتعين الجهة، وبفضل هذا تتم رحلتها التي تبلغ آلاف الكيلومترات دون أي خطأ، وتجد مكان أعشاشها التي كانت تقطنها قبل سنة. تستخدم الطائرة الحربية أجهزة إلكترونية كثيرة لتعيين خطوط الطول والعرض للطيران ووجهه. إلا أن إوزات الثلج التي تطير مسافات أطول بكثير من الطائرات الحربية تعرف من بين السحاب إلى أي جهة تطير دون أن تستخدم أي جهاز. الأكسجين قليل جدا في علو آلاف الأمتار، لهذا السبب يستخدم الطيارون أقنعة أكسجين، لكنه ليس للإوزات حاجة لأقنعة الأكسجين، فقد خلقت رئتاها وخلايا الدم الخاصة بها بتصميم خاص تستطيع بفضلها التنفس حتى في مثل هذا العلو. إضافة إلى أن بنية الأجسام المخلوقة بتنسيق خاص تحميها من برودة تصل إلى 55 درجة تحت الصفر. التكنولوجيا والتصميم في أجسامها كاملان إلى حد يدعو للغيرة حتى من قبل طياري الطائرات الحربية. تقوم إوزات الثلج برحلة طويلة تمتد آلاف الكيلومترات، تبدأ من المناطق القريبة من القطب الشمالي إلى خليج المكسيك، وهي كاللقالق تماماً جهزت بأنظمة إيجاد الجهة بشكل معجز. نسق في أجسامها ما يدرك الجاذبية المغناطيسية، فبفضل هذا تجد جهتها بحسب جاذبية الأرض المغناطيسية، ولا تخطئ طوال رحلاتها الممتدة إلى آلاف الكيلومترات. إذن من نسق مدركات الجاذبية المغناطيسية في أجسام هذه الطيور؟ بلا شك أنظمة إدراك حساسة كهذه ليست نتيجة المصادفات. هذه الخصائص الموجودة في الطيور المهاجرة دليل واضح على خلق الله لها.
كل هذا يوضح أن الله تعالى خلق هذه الطيور وألهمها أعمالها التي تقوم بها. الله تعالى يخبرنا عن هذه الحقيقة في الطيور في هذه الآية: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هناك أيضا في عالم الطيور أنواع لها استعدادات مختلفة غير الطيران، وعلى سبيل المثال النعامة ورودرونر أي عداء الطريق. يستطيع هذا الطائر أن يركض أسرع من المتسابق الذي حطم الرقم القياسي في الأولمبياد. فلو أقيمت مسابقة في العدو في مسافة 100 متر بين الإنسان والنعامة ورودرونر، سيكون الإنسان هو الخاسر بلا شك. وإذا كان بمقدور بطل الأولمبياد أن يعدو بسرعة 39 كيلومترا في الساعة، فإن سرعة النعامة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة. تقطع النعامة بساقيها الطويلتين مسافة 3 أمتار في الخطوة الواحدة. هذا الطائر واحد من أسرع الرياضيين في عالم الكائنات. يعد البطريق أيضاً واحداً من جنس الطيور، إلا أن جناحيه القصيرين يؤمنان له تقدماً ليس في الهواء بل في الماء. هذه الكائنات المحببة التي ترى على البر متثاقلة جداً، ولكنها عندما تدخل في الماء تبدو وكأنها تطير. فإذا أقيمت مسابقة في السباحة بين الإنسان والبطريق، سيكون الإنسان كذلك هو الخاسر. ذلك لأن البطريق يسبح بسرعة تفوق ب3 أضعاف أبطال الأولمبياد، إضافة إلى أنه يستهلك أقل طاقة ممكنة أثناء قيامه بهذا العمل. ويعود سبب ذلك إلى أن تصاميم جسمه خلقت بشكل يحقق سباحته في الماء بهذه السرعة. فطيور البطريق التي تتحرك في الماء كقارب السباق هي أبطال سباحة حقيقية بين الكائنات التي تعيش على اليابسة. الطيور مع كونها كائنات جديرة بالإعجاب في تقنية الطيران من الأجنحة إلى استعداداتها الأخرى، فهي أيضا ذات جمال أخاذ بالنقوش الفنية على أجسامها. تستخدم ذكور الطيور نقوشا وألوانا جذابة لشد انتباه الإناث إليها.
ولحدوث هذه النقوش رتب لون كل ريشة ونقشها على حدة. حتى ظهرت في النتيجة هذه الزينة الخارقة. هناك شفرة وراثية خاصة برمجت خلايا هذه الكائنات لتكون هذه النقوش ولتحدد أي ريشة بأي لون ستكون، وفي أي نقطة من الريشة سيتغير اللون، وفي أي حدة ستبدأ درجة اللون. كلها مكتوبة واحدة واحدة في الخلية الوراثية. بلا شك ليس في أي موضع من هذا التصميم الرائع مكان للمصادفة. لن تستطيع أي مصادفة رسم هذه النقوش على ريش الطاووس. لهذا تشارلز داروين صاحب نظرية التطور الذي حاول تفسير أصل الكائنات بالمصادفات كان ينزعج دائما من ريش الطاووس. لهذا اعترف داروين في رسالة كتبها إلى صديقه غراي: رؤية ريش الطاووس تمرضني. الباحث في الكائنات بلا تحيز لن ينزعج من ريش الطاووس ولا بأمثلة التصاميم الكاملة الأخرى. في هذه كلها رسالة مهمة يلزم للناس أولي الألباب تفهمها. خالق الكائنات كلها الله تعالى الذي هو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما، ففي كل كائن آية تبين لنا بديع خلقه. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الطيور التي أمرضت تشارلز داروين حسب قوله بقيت إلى الآن مأزقا كبيرا لنظرية التطور. فكما هو معلوم تدعي نظرية التطور أن الكائنات كلها تتوالد من بعضها نتيجة المصادفات. هذا الادعاء ليس له أي حجة علمية، تستند أيضا على افتراضات خيالية في موضوع أصل الطيور. يعتقد التطوريون أن الزواحف هي سلف الطيور، غير أنهم لم يستطيعوا بأي شكل توضيح كيفية الانتقال بين كائنات ذات بنية أجسام مختلفة جدا عن بعضها. فأجسام الزواحف مغطاة بحراشف خشنة، أما هذا الريش المحيط بأجسام الطيور كما ذكرنا في البداية فإنه ذو بنية معقدة جدا، فلا نرى أدنى شبه بينها وبين حراشف الزواحف. إذن فمن المستحيل وجود بنية انتقالية بين الحراشف والأرياش، وكذلك لم تصادف مثل هذه البنية المزعومة لأي كائن حي أو متحجر. والاختلاف الآخر المهم نظام التنفس. الهواء في رئتي الزواحف كما في الإنسان يتحرك من جهتين، يدخل الشهيق أولا من القصبة الهوائية للداخل، ثم يخرج الزفير من القصبة نفسها للخارج. أما في الطيور فيجري الهواء في الرئة من الجهة نفسها دائما، وحركة الهواء من جهة واحدة، إنما يتحقق ذلك بفضل نظام مدهش جدا. الصمامات الصغيرة المربوطة بالرئة من الجهة الأمامية والخلفية لها أكياس صغيرة مفرغة للهواء. عند شهيق الطائر
يملأ الهواء الذي تأخذه الرئة قياسات الهواء الخلفية أيضا. وفي الوقت نفسه يجري الهواء الفاسد الذي دخل الرئة من كويس الهواء في الجهة الأمامية. أما عند الزفير يفرغ كويس الهواء من الجهة الأمامية المليئة بالهواء الفاسد، إلا أنه في الوقت نفسه يفرغ الكويس المليء بالهواء النظيف في الجهة الخلفية، وتملأ الرئة بالهواء النظيف الآتي من هذه الجهة. وهكذا فإن الطائر عند الشهيق والزفير تبقى رئته مليئة بالهواء النظيف. بالإضافة إلى أن هناك تفاصيل دقيقة جدا تؤمن عمل هذا النظام دون خطأ. مثلا يوجد صمامات صغيرة تدير الهواء الذي بين الرئة والكويس في الجهة الصحيحة دائما. فكما يرى النظام المعقد لاستطاعة الطائر، فإنه يأخذ حاجته بنسبة أعلى من الأكسجين، معجزة تصميم خلقت بشكل خاص. وهذا التصميم الكامل وحده يكفي للدلالة على عقم نظرية التطور. فتشكل رئة الطائر تدريجيا مستحيلة كما تدعي نظرية التطور، لأن الروابط بين الرئة وكويس الهواء والصمامات إذا لم تكن كاملة لا يقدر الكائن على التنفس. وهذا يبين أن نظام التنفس هذا الخاص بالطيور ظهر، أي خلق كاملا مرة واحدة. لا يستطيع التطوريون تفسير ظهور أنظمة الطيور المعقدة كالأرياش والأجنحة والرئة، ويرجحون بدلا من هذا تأويلات خيالية على بعض المتحجرات فقط. أما أكثر متحجرة استندوا عليها في هذا الموضوع فإنها ترجع إلى طائر منقرض منذ 150 مليون سنة تسمى أركيوبتيركس، التي وجدت بعد نشر كتاب داروين بمدة قصيرة. ومن ذلك الوقت إلى الآن أصبحت هذه المتحجرة أكثر ما اعتمده التطوريون. كان التطوريون يزعمون وجود خصائص مشتركة بين الطيور والزواحف في هذه المتحجرة، إلا أن جميع النتائج العلمية المكتشفة توضح مرات أخرى فساد هذا الادعاء. أولاً، كون أركيوبتيركس ذات أرياش وهيكل وجناح غير مختلف عن طيور يومنا. في عام 1983 ميلادية وفي صحراء تكساس وجدت مستحاثة الطائر المسمى بروتوافيس أقدم من أركيوبتيركس ب75 مليون سنة. وهذا يبطل مرة أخرى كون متحجرة أركيوبتيركس أول نسل للطيور. رغم جميع هذه الحقائق العلمية استمر استخدام فكرة كون الطيور قد تطورت من الزواحف، التي هي من الأفكار الأساسية لنظرية التطور. ولم يتوقف التطوريون عن التزييف في هذا الموضوع. ومن أمثلة تزييفهم هذه الكائن الذي عرف لجميع العالم من قبل مجلة ناشيونال جيوغرافيك أنه نصف طائر ونصف ديناصور، إنما كان متحجرة أركيورابتر. قامت المجلة برسم صورة خيالية لنصف طائر، وأقرت هذه الصورة لكل العالم كمصدر واضح لنظرية التطور. الصورة نفسها عرضت في الصحف في جميع أنحاء العالم كدليل على نظرية التطور، إلا أنه بعد سنتين ظهرت حقيقة مدهشة. لم تكن المتحجرة في الحقيقة إلا تزييفا علميا، أنتجت بإلصاق 5 هياكل بعضها ببعض لحيوانات مختلفة. والصحف التي نشرت المتحجرة قبل سنتين على أنها دليل التطور اعترفت بالتزييف بقولها الديناطير ظهر كذبه. المهم
فإن هذا الكذب التافه واحد فقط من الخدع الكثيرة التي عرضت باسم نظرية التطور. أما سبب الإقدام على مثل هذه التزييفات باسم نظرية التطور فلعدم وجود أي دليل علمي يدعم النظرية. كلما دققنا في الكائنات التي في العالم أو في دواوين المتحجرات العائدة لها يظهر أن نظرية التطور أطروحة خيالية تماما، وتظهر دلائل الخلق الواضحة، والطيور تظهر لنا الحقيقة نفسها من جديد. فالكائنات ليست كما تدعي نظرية التطور أنها نتيجة المصادفات، بل هي أثر خلق كامل.